في سقطرى البعيدة عن جغرافيا الصراع المسلح، يحضر اسم الإمارات مجددا في تمرد عسكري تقوده إحدى كتائب اللواء الأول مشاة بحري بإعلانها الولاء للمجلس الانتقالي الجنوبي. قيادة اللواء أعلنت عزل قادة الكتيبة كإجراء أولي، يتبعه عدة إجراءات لإنهاء التمرد بما فيه التدخل عسكريا حسب بيان صادر عن قيادة اللواء، إلا أن الوضع هناك يبقى مرشحا للتصعيد. بالتوازي تواصل الإمارات عبر أذرعها المحلية تعكير أجواء الاستقرار في شبوة وإعاقة خطط السلطة المحلية في تطبيع الخدمات وتنميتها. لا يكاد يمر أسبوع تقريبا دون أن تشهد المحافظة حدثا أمنيا أو عسكريا يستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية عبر أشخاص موالين للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. محافظ شبوة محمد بن عدو اتهم الإمارات بتمويل الفوضى واستغلال حاجة الناس للزج بهم وبالمحافظة في صراع ستكون هي الرابح الوحيد فيه، وفي حين يبقى اتفاق الرياض معلقا منذ نحو 3 أشهر، تستمر أبو ظبي وأذرعها المحلية في عرقلة تنفيذه ومحاولة فرض أمر واقع في عدد من المحافظات، وتستمر السلطة الشرعية في انتظار إيفاء حلفائها المفترضين بوعودهم. أكثر من مرة بعث محافظو شبوة وسقطرى مذكرات لرئاسة الجمهورية عن الدور الإماراتي في دعم مخططات العنف والفوضى في المحافظتين، إلا أن الصمت كان هو السائد من قبل الحكومة والرئاسة، ليبقى السؤال قائما: ما الذي تفعله شرعية لا تدافع عن نفسها؟ وكيف يمكن الاستمرار في مواجهة هذه المخططات دون دعمها؟ الرياض كالعادة تختبئ خلف البيانات ذات النغمة الدائمة المؤكدة على دعمها للشرعية، إلا أن وضعها كراعية لاتفاق الرياض وعدم قدرتها على فرضه أو وقف المخططات الإماراتية يضعها في موضع الاتهام، وهو أمر لم تعد تكترث له تقريبا في ظل هذا الصمت من قبل الشرعية المعني الأول بكل ما يجري.